مساعد البري، أهلا بك في نشرة التاسعة، وتحدثني بتفاصيل أكثر حضرة المقدم عن إجراءات فتح المعبر الحدودي. نعم، أولا تحية مسائية طيبة أستاذ مالك للتصحيح، الناطق باسم منفذ مساعد وليس مدير. أنا آسف، قالوا لي جمعة غلط بس تفضل. تحية طيبة لك أستاذ مالك وللمشاهدين جميعا. طبعا فضل مجهودات وتنسيق وأشراف اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، وكما تعلم أن منفذ مساعد هو الشريان الحيوي للدولة الليبية جهة جمهورية مصر العربية. نعم. تم الاجتماع والمكاتبات والتنسيق على مستوى أعلى من السيد مدير عام منفذ مساعد عميد عمران بريك عبد القادر، السادة في اللجنة العليا، الفريق سيادة الفريق عبد القادر الحضوري مستشار وزير الداخلية، اللجنة الاستشارية العليا. تم التنسيق بهذا الجانب، تعلم أنه كان مطلب نعم في السفر إلى جمهورية مصر العربية، الأغلب يعني الأغلب لغرض العلاج، لغرض جلب البضائع والمواد الغذائية إلى 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 الدولة الليبية. تم التنسيق وتم الاتفاق على فتح المنفذ. نعم سيادة المقدم، هل أنت في الاستماع؟ حضرة المقدم أحمد الفرجاني، والله قبل نسألك سؤال مهم. طيب، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع المقدم أحمد الفرجاني الناطق باسم منفذ مساعد الحدودي. شكرا جزيلا لك، كنت معي عبر الهاتف.